قناة إريني باسي تقدم لكم عظات قداسة البابا المتنيح الأنبا شنودة السادس، محاضرة بعنوان باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل أحساناته. التأمل في عظمة ربنا، انك تقول له ايها الرب العالي فوق كل علو، الذي السماء كرسيك والارض موضع قدميك، الله غير المدرك غير المفحوص، الله القادر على كل شيء، الله كلي المعرفة، الله فاحص القلوب والكلى وقارئ الافكار، الله عارف الخفيات والظاهرات. أنت يا رب موجود في كل مكان، أنت مالئ الكل. أيها الرب الأزلي الأبدي خالق الكل، أنت الذي يقف أمامك الملائكة ورؤساء الملائكة والسلاطين والقوات والعروش، ويقف أمامك الشاروبيم والسرافيم، ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر. أنت يا رب الذي سمحت للتراب والرماد أن يتحدث إليك، أنت المتناهي في عظمتك، بتسمح للتراب أنه يتكلم معاك، بل تسمح أيضا للتراب والرماد أن يعاتبك، كما قال لك أرميا: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار اطمأن كل الغادرين غدرا؟ وكما قال لك داود: يا رب لماذا تقف بعيدا، لماذا تختفي في وقت الضيق؟ تواضع كبير منك يا رب انك انت تسمح للتراب والرماد انه يتحدث اليك وانه يتعاتب معك، بل من تواضعك أيضا خلقت هذا التراب والرماد على صورتك ومثالك كشبهك ومنحته سلطانا. من تواضعك منحت الوجود لبعض الكائنات التي لم تكن موجودة ما قبل. نشكرك يا رب على تواضعك الذي به تجسد، أخليت ذاتك وأخذت شكل العبد وصرت في الهيئة كإنسان، كل ذلك لأنك جئت من أجل خلاصنا. وتواضعك أيضا ظهر في الصلب وفي الفداء، وبسماحك لبعض الناس أن يعاملوك معاملة لا تليق بلاهوتك، لم تفنهم ولم تنزل نار من السماء لتأخذهم، بذلت زهرك للصياط وخديك أحملتهما لله. أنت يا رب متواضع، ولولا تواضعك ما كنا نستطيع أن نتحدث إليك. أنت يا رب إله محب، دائما تعطي، تعطي باستمرار، أنت تعطي دون أن نطلب، وأنت تعطي فوق ما نطلب، وأنت تعطي بسخاء، ونحن نتمتع بكرمك. أنت أيها المعتني بالكل، حتى البهائم تعطيها قوتها وتعطي طعاما لفراخ الغربان التي تدعوك، تشرق بشمسك على الأشرار والأبرار، وتمطر على الصالحين والطالحين، وتشبع كل حي من رضاك. أنت يا رب منحتنا الحياة ومنحتنا الرعاية والحفظ، أيها الراعي الصالح، أيها المخلص، أيها المنقذ. يا من بحثت عن الخروف الضال وفرحت بوجود الدرهم المفقود، يا من تفرح بعودة الخاطئ أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. نشكرك ونسبحك أيها الرب الغافر،
لخطايانا والماحل لذنوبنا، يا من قلت لا أعود أذكرها، يا من قلت إن خطاياكم تبيض أكثر من الثلج وكأنك نسيتها، أيها العقل الكلي الذي لا ينسى شيء، أنت الصانع العجائب وحدك، أنت الصانع المعجزات، أيها الجالس على الكروبيم الماشي على أجنحة الرياح، يا من تقول تصنع خيرا وتطرد الشياطين وتشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، نحن لا ننسى أبدا إحساناتك إلينا، بل يصلي كل واحد فينا ويقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل إحساناته. أنت الإله القوي الذي أنزلت من السماء المن والسلوى وفجرت من الصخرة ماء وأرسلت ملائكتك تنقذ وتصنع العجائب، أنت يا من وهبت نفس الموهبة لرسلك وقديسيك، أعطيتنا الروح ليسكن فينا وأعطيتنا مواهب الروح وما أكثر. نشكرك يا رب، يا من نجيت دانيال من جب الأسود، يا من نجيت الفتية من أتون النار، يا من أخرجت يونان من بطن الحوت سليما. لا يمكن أن ننسى إحساناتك إلينا نحن البشر، تقول له يا ملك الملوك، يا رب الأرباب، يا سيد السادات، يا من الكون كله خاضع تحت سلطانك، أيها الرب القوي، يا من بيده الموت والحياة، يا مصدر الحياة ومانحها، يا مانح القيامة من الأموات، يا مصدر كل بركة، نسبحك يا رب، يا من لك الملك والقوة والمجد والبركة والعز والسلطان من الآن إلى أبد الآبدين، يا صاحب الملكوت الأبدي، يا من ستأتي لتدين الأحياء والأموات، ستأتي وتجلس على كرسي مجدك، نسبحك أيها الرب الديان، يا من ستقف أمامك كل الشعوب والألسنة وستفتح أمامهم الأسفار، يا من ستقول لكل إنسان أنا عارف أعمالك، نسبحك يا رب، يا من جهزت لنا أورشليم السمائية مسكن الله مع الناس، نسبحك أيها الأب السماوي الذي لم تعاملنا كعبيد بل كأبناء، وقلت لا أسميكم عبيدا بل أحباء، لم تصنع معنا حسب خطايانا ولم تجازنا حسب آثامنا. نحن يا رب نرفع صلواتنا إليك لتدخل قلباتنا إلى حضرتك، اقبلها إليك كعظيم رحمتك، كأب حقيقي، نباركك أيها الأب الذي نقشتنا على كفك ووعدتنا بحفظك، نصلي إليك كأب، يا من قلت إن نسيت الأم رضيعها لا أنساكم، جربنا محبتك في الماضي وما زلنا نتمتع بمحبتك في الحاضر، نتمتع بقلبك الحنون، القلب المتسع للكل، المفتوح للكل، نسبحك أيها الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، الذي قال أنا أرعى غنمي وأربضها وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأرعاها بعدل.
نحن يا رب غنم رعيتك، تعودنا أن ترعانا في مراعي الخضر وإلى ماء الراحة توردنا، تعودنا أنك لا تتركنا أبدا معوزين شيئا من أعمال تحننك. أيها الكريم في عطائك، السخي، أيها الطبيب الشافي الذي قال لا يحتاج الأصفاء إلى طبيب بل المرضى، الذي قال ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة، نحن نقف بين يديك أيها الغفور ملتمسين الشفاء على يديك. يا من قلت السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، أكثر من 99 لا يحتاجون إلى التوبة. نسبحك يا أيها الإله البار، أنت البار وحدك، القدوس وحدك، أنت الذي تريدنا أن نكون قديسين مثلك، وقد قلت كونوا قديسين لأني أنا قدوس. أنت يا رب تعرف ضعف طبيعتنا، والسماوات ليست طاهرة قدامك،